محاضرة النهاردة محاضرة مهمة، مش عشان الداتا اللي فيها هتبقى كتيرة جديدة، بس علشان الريفيجن. محاضرة الريفيجن دايما من المحاضرات المهمة. اوكي؟ طيب انتوا اخدتوا معايا الهاند كاتنج انسترومنتس، واخدتوا مع الدكتور واجد روف الكاتنج انسترومنتس، خلصتوا جزء الجير والكاتنج افشنسي، واخدتوا كمان الهيت جنريشن. احنا النهارده هنعمل ايه؟ هنكمل الكاتنج تولز، يعني هنخلص جزء الابريسز. جزء الابريسز اللي عندكم تقريبا صفحتين ونص في الكتاب. اند ذن هنراجع على جزء الهيت جنريشن، وهنراجع على الهاند كاتنج انسترومنتس. في يا دكاتره مش عايزه بقى التجميعه بتاعت بعد الظهر دي، كله يبقى مصحصح كده ومركز، علشان ايه الجزء اللي احنا بنتكلم فيه ده شويه فيه تريكس كده. اوكي؟ طيب اخذنا مع دكتور واحد البيرز، كارباي بيرز والبيرز والاشكال بتاعه البيرز، وعرفنا ان احنا البيرز ميلي بنطلع بيها انترا كورونالي زي ما احنا عاملين هنا. قررنا ان احنا نعمل اندودونتك تريتمنت في التوز دي، وقررنا ان احنا نشيل من البلفل تيشو، نوصل للبلفل تيشو. مفيش حاجه تقدر تعمل معاك ده غير الراوند كارباي بير، تقدر تعمل sufficient او efficient cutting في consider the amount of the T like that علشان تقدر توصل للبلبل تيشو. How efficient is the carbide round burr، خصوصا لو السايز بتاعك كمان سمول، ال penetration بتاعها هيبقى اعلى. طيب النهارده مش هنتكلم عن البيرز، احنا النهارده هنتكلم عن الابريسز او الستونز اللي حضراتكم بتشتغلوا بيها في الفراعنه. اوكي؟ الستونز دي احنا بنشتغل بيها نعمل ايه؟ نعمل اكسترا كورونال بريباريشن، او نعمل ريدكشن للتوس علشان نقدر نحط عليها بعد كده قاعدة، صح؟ طيب انا مش عايزه صوت. طيب فكره الابريسيف زي ما حضراتكم اخدتوا في الكلام عباره عن ايه؟ الستون بتطلع ازاي؟ فريكشن. يبقى هي عباره عن ايه؟ عامله نفس فكره ورقه الصنفره. حضرتك عندك ستان ستيل بار، وموجود عليه بارتكلز، شارت بارتكلز، عشان تبتدي تشيل لك من التوث ستراكشر، صح يا دكاتره؟ طيب يبقى انا ليه اللي بشيل بالابريسز انامل ولا دنتين؟ انامل بقطع فيها في الانامل اكتر، وهنعرف اشمعنى الانامل. اوكي؟ زي ما احنا شايفين اهو البارتكلز موجوده على الثاني ستيل بار علشان تقدر تشيلي من الانعام. غير الاكسترا كورونا بريباريشن، عارفين ده ايه يا دكاتره؟ فينيرز. سمعت عن الفينيرز قبل كده؟ ده حضرتك بتشيل ليا الانعام جزء منه علشان تقدر تحط كده حاجه زي القش بتاع الضوافر او الفينيرز بريباريشن علشان يبقى شكلها احلى. او نقدر نعمل بيها ديروفنج للبارت شامبر. الناس لما تيجي تفتح اندونت تريتمنت زي ما احنا شايفين اهو، هتلاقي البارت وول اهو موجود ولسه في بارت تيشو، بنحتاج ان احنا نقف عليه ببيبر ستون علشان نشيل اي ايه اي روف او اي بارت وول في بارت تيشو. اوكي؟ بنعمل بيه حاجه اسمها النامينو بلس الابريسيفز او الستونز، بنعمل بيها حاجه اسمها النامينوبلاستي. عارفين ايه هي النامينوبلاستي؟ من الترم الاول اخدتوها. ايه هو النامينوبلاستي؟ هو ما دام زمايلكم الصبح ردوا يبقى انتوا اخدتوها. قولي بتشيلي نعمل فين؟ فين؟ من في البيتس اند فيشرز. يبقى حضرتك بتعمل ري شيبنج او بتغير شكل الفيشر بتاعك او شكل البيت بتاعك عشان تبقى بس ريتانمنت فود، زي ما احنا شايفين في الصوره دي اهي. لما العيان بيجي يبتدي يعمل براشنج، البريستلز او شعر البراش بتاعتي مش واصل للبيز اوف ذا ديب فيشر. That's why حضرتك بتغير شكل الفيشر، بدل ما هو يبقى شكله يو يبقى نارو كده، حضرتك بتعمله عامل زي حرف البي، يبقى اكسبوز للتوث براش اللي بترغي، يبقى اكسبوز للتوث براش بريستلز،
البكتيريا وتشيل الباك فود اللي موجود فيه. بعمله في حاجه اسمها كريسمس تري ابريس ستول او كريسمس تري ستول، شكلها عامل زي شجره الكريسمس، وابتدي ادخل بيه في الاريا دي اعمل ريشيبنج للفيشر اريا. او حضرتك تعمل شويه رامبلنج في الفيشر اريا الديب دي وتبتدي تغطيه بحاجه اسمها بيتس اند فيشر سيلنت. سمعتوا عن البيتس اند فيشر سيلنت؟ اسمعوا، سمعتوا عن حاجه اسمها بيتس اند فيشر سيلنت في الاطفال؟ لما يجي العيل كده وعنده الفيشر از فيري ديب وفولنربل او معرض ان هو يحصل له كارث، بعمل ايه؟ بضربه بالنار؟ ما بضربوش بالنار، ما بعملش كونفنشنال كافيتي نفس التوم الميكانيكي. كل اللي بعمله بس بعمل شويه رافلنج للسيرفيس واحط فيه فيري فلوي رزن او كومبوزيت رزن ماتيريال تقفل بيها الجزء بتاع الفيشر دي، فبقى انا كده ايه قفلت البيرن دور، يعني خلاص قفلت المشكله عندي تماما وما عنديش اي اريا فولنربل او معرضه للكارث، فبالتالي بعملها كومبليت سيك. يبقى لغايه دلوقتي انا بستخدم الابريسز لايه؟ أول حاجة للإكسترا كورونا بريباريشن، وتاني حاجة بستخدمها عشان الإناميلوبلاستي والبيتس أند فيشر سيمنت، بشتغل بيها في الفيشر أريا عشان أقدر أحط فيها الكومبوزيت ريستوريشن الفلوي كومبوزيت ريستوريشن ده، وبعمل كيروفنج للبارك تشامبر. إكسلنت، في حد صاحي أهو. خلاص تكنيكس الأمايكا ابتدت تبقى حاجة أوب. No more jelly black concepts مع الكومبوزيت ريستوريشن. مش محتاج اعمل كافيتي لابس 2 ملليمتر، مش محتاج الكافيتي بتاعي يبقى في الدنتين، ممكن يبقى في الانامل بس. وما دام ممكن ابقى في الانامل بس يبقى اقدر استخدم ابريسز ولا لا؟ ما احنا قلنا ان هي efficient in cutting في الانامل، اوكي؟ فببتدي استخدم السمول ابريسز دي علشان اقدر اعمل المينيمال انفيزيف كافيتي بريباريشن عشان الكومبوزيت. زي كده السؤال على قد الاجابه، الكافيتي على قد الريموفال اوف كارث. طب انت شلت الكارث وحطيت مكانه الكومبوزيت ريستوريشن، مش لازم اعمل الويتس بتاعي تلت الانتركاسبال ديستنس زي ما احنا متعودين، مش لازم اعمل الكافيتي ذاتس بتاعي 1.5 ملليمتر، جاست ريموف ذا كارث اند ديبند اون ايه بقى؟ الريتنشن بتاعي في الكومبوزيت بيبقى ايه؟ ماكرو ولا مايكرو ميكانيكال ريتنشن؟ مايكرو ميكانيكال ريتنشن، تمام؟ سامعين عن حاجه اسمها البابل؟ اخدتوا انواع البابل مع دكتور حسين، ان انا هبتدي اعمل تريمنج للجنجبال مارجن بتاعي كده عشان اقدر احط عليه الكومبوزيت ريستوريشن، وانواع مختلفه الشورت واللونج والكاونتر اند سو اون مش موضوعي. بس برضو ما دام انا بعمل بابل، البابل بيبقى على الانامل مارجن. اند وين ات كامز تو انامل يبقى احنا بنستعمل ايه؟ ابريسز. اقدر اعمل بالابريسز كمان فينيشنج للريستوريشن. كومبوزيت ريستوريشن انترا اورالي، او تلاقي في المعمل كده ماسك ديسكات، ديسكس دي ابريسز ديسكس، يبتدي يظبط بيها الايه؟ الكراون والبريتش. يبقى اذا اليوزز بتاعت الابريزنس ار ماتش مور وايدر ذان البيرز. البيرز حضرتك بتعمل بيها بس اكترا كورونال بريباريشن. وهذا الابريزنس اقدر اعمل بيها فينشنج للكومبوزيت، اقدر اعمل بيها بافل، اقدر اعمل روفنج، اقدر اعمل اكسترا كورونال بريباريشن اند سو اون. اوكي يا دكاتره؟ عرفنا اليوزز بتاعي في الابريسز. تعالوا بقى نشوف الكاتنج افشنسي بتاعها. زي ما دكتور وائل قال لكم الكاتنج افشنسي بتاع البيرز بيعتمد على ايه؟ كليرنس سبيس، يعني حاجات ريليتد للبيرد ديزاين. وايه تاني غير البيرد ديزاين؟ السايز، الشيب، تيشو تو بي كات، الماتيريال بتاعت البيرف. صباح الخير بالليل، بيتم الاسبوع اللي جاي. اوكي؟ صحصحوا شويه يا دكاتره ذاتوا. احنا هنا كمان الكاتنج افشنسي بيعتمد على 3 ايتمز اند 3 ايتمز اون. الكاتنج افشنسي بتاعت الابريسز بتعتمد على السايز بتاع الستون اللي حضرتك بتشتغل فيها. يعني حضرتك ما تقدرش تستخدم التيبرت ستون والجراوند بلين التخينه المكعبره دي تفتح بيها الكونتاكت مثلا، صح ولا لا؟
هتقدرش لو حضرتك عندك تيبل ستون وزراوند اند هتعمل لك فينش لاين مختلف تماما عن التيبل ستون وسلات اند صح ولا لا؟ يبقى اذا الشيب بيفرق معايا كمان السايز بتاع الستون بيفرق معايا. وايه تاني يا دكاتره؟ الابريسيف بارتكلز اللي موجوده على الستون دي كمان بتفرق معايا ازاي؟ انا السايز والشيب يا دكاتره بيحدد لي انا بشتغل فين، بعمل كافيتي بريباريشن شكله عامل ازاي، او بشتغل على ريستوريشن ولا كافيتي، او بشتغل انترا اورال ولا اكسترا اورال. اكيد تسكات كبيره مجعلصه كده واشتغل فيها ما دام الريستوريشن في ايدي صح يا دكاتره؟ يبقى اذا السايز والشيب بيغير لي الشغل اللي انا هشتغل بيه بالستون. طيب هاو اباوت بقى الابريسيف بارتكلز؟ يعني الفتيات الرقيقات اللي بتساعد ماما في المطبخ تعرف المنظر الجميل ده كويس قوي، الاسبونج الجميله سبونج بوب الجميله اللي فوق دي ومعاها تحت سلك المواعين. بمعنى ان حضرتك لو جايب سبونج، لو الدكتوره الانسه الرقيقه جايبه الاسبونج دي مش هتقدر تشتغل بيها على الحله الحقيره اللي تحت دي صح؟ اوكي؟ هتقدر تستخدمها ايه؟ على اطباق البورسلين بتاعت ماما اللي بتخاف عليها مش عايزاها تتخدش او يحصل لها سكراتش صح؟ وقال لما تيجي بقى على الحاله العجيبه دي تبتدي تستخدم ايه؟ سلك المواعين تمام؟ طيب هل المسافات اللي ما بين السبونج فايبرز دي زي المسافات اللي ما بين سلك المواعين؟ هنا اكبر صح؟ طيب هل الارجيلاريتيز اللي في سلك المواعين اكتر ولا لا؟ اكتر. يبقى السبيسز سلك المواعين هنا الكويلز بتاعتي ار وايدلي سبيس، وايدلي سبيس يعني في مسافات ما بينها، وكمان الارجيلاريتيز اللي على السيرفيس بتاعي اكتر تمام. يبقى لما اجي اشيل بدي عندي الكاتنج افشنسي بتاعها على الاسبونج اللي فوق ولا سلك المواعين؟ سلك المواعين مش محتاجه اي اختلاف. اني اللي بعمل بيه بريشر اكتر وانا بنظف الاطباق؟ لك يا سيدتي سلك المواعين هو ده اللي بعمل بيه بريشر اكتر. يبقى اذا سلك المواعين الكاتنج افشنسي بتاعته ايه؟ اعلى. وايه؟ والبريشر بتاعي بيبقى ايه؟ بيبقى اكتر، لان الميتال بتاعي في عندي وايد سبيسز شويه ما بين الايه؟ ما بين الكويلز بتاعي الميتال بتاع سلك المواعين. تعالوا نطبق ده على ارض الواقع. دلوقتي لو حضرتك عندك ستون البارتكلز بتاعتها كبيره او الابريسيف بارتكلز كبيره ار وايد سبيس، اعمل بيها فينيشن ولا اعمل بيها ريدكشن؟ اعمل بيها ريدكشن، يعني الكاتنج افشنسي بتاعها ايه؟ اعلى. والبريشر اللي بستخدمه ايه؟ عشان تلمس كل السيرفيس وتشيل نعمل اعلى، لازم استخدم معاها كولنت محترم. عشان كده لما تبقى الابريسيف بارتكلز اكوردنج للسايز في احجام مختلفه. في الكورس الكبيره لو واحد بقى عايز يدخل ينجز ويشتغل في مولر وعايز يعمل ريدكشن محترم في المولر ده بيستعمل الابريسيف بارتكلز الكبيره الكورس اللي هي الخضراء دي، تلاقي المولر خلص معاه في ربع ساعه. او الزرق اللي حضراتكم متعودين تشتغلوا عليها في القرآن. حاجه اقل شويه لو انت عندك الانامل في السن او التوس نفسها صغيره بريمولر صغير كده تبتدي تستخدم حاجه اصغر شويه من الزرق. When it comes to the yellow one يبقى احنا بنعمل بيها ايه للكومبوزيت؟ finishing. عندي particles بتاعتي are smoother are glossy back together دي اعمل بيها finishing restoration doesn't cut only finish. يبقى اذا يا دكاتره الابريسيف بارتكلز عندي بتختلف معايا وبتاثر لي في طريقه الكاتنج او بقطع ازاي ولا لا؟ بتاثر. يبقى لما اجي اشوف طالب زميلكم مجتهد وشاطر ولا مجتهد ولا شاطر هو بيستعبط وجاي يعمل لي الكافيتي بالستون اللي هي الوزيالو رانج دي ارميه بره العياده ولا لا؟ لا. متعاطفه مع الطلبه. ماشي، اعرفه ان انت بتقطع غلط في حاجه غلط. خد بالك لما تستخدم فينيشنج ستون علشان تعمل بيها بابل او تعمل بيها كافيتي هي جنريشن اعلى، بين اعلى،
العيان هيطفش، البر بتاعتك هتبوظ وهتصرف فلوس اكتر، دكتور مش عارف هو بيعمل ايه في حياته. تمام؟ لازم تعرف انت بتقطع بايه فين وليه. كل حاجه في طب الاسنان ليها سبب. اوكي يا دكاتره؟ طيب دلوقتي ابتدوا يشتغلوا على حاجات فضائيه، حاجات تانيه غير المكن، ابتدوا يستخدموا انواع تانيه من الفورتكس، الفورتس او السيليكا، او ابتدوا يستخدموا الالومنيوم اوكسايد الفينشنج ديسك بتاعت الكومبوزيت دي بتديني سموثر سيرفيس اوف كومبوزيت. مش فارق معايا تعرفوها قوي، تعرفوا بس ان في اوبشنز ثانيه من الابريسيفز راذر ذان ميكن. اوكي؟ المهم والحته المهمه قوي 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 بقى اللي فارقه معايا، عشان لما حضرتك تيجي تطلع العياده الاقي على البراكت تيبل البروبر تول اللي حضرتك هتقطع فيه. ابلكيشن اوف بيرز اند ابريسيفز. يعني لما اجي اشتغل انترا كورونا، لو انا عايزه اشتغل انا اشتغل عندي في عندي حاجات اند كاتنج وفي حاجات سايد كاتنج. الابريسيفز اند ولا سايد كاتنج؟ سايد، بتقطع بالسايد بتاعها، ما اقدرش اعمل فيها جيننج اكسس. اللي يعني فيها جيننج اكسس الستون يبقى مش فاهم اي حاجه في حياتي. الستون هتتحرق، هيحصل ريجنريشن والعيان هيحس بين، وانت يو ار جاونج تو لوز ماني. اوكي؟ وراز انا اقدر اشتغل بيها اعمل ضيوف. اوكي؟ اقطع بايه فين؟ يعني لما حضرتك بتشتغل الكاتنج افشنسي بتاع الابريسيفز على الانامل بيبقى اعلى من البرس. طيب انهي اللي ممكن يحصل له كلوكينج اسرع من الثاني؟ الابريسيف ولا البر؟ ورقه الصنفره ولا السكينه بيحصل لها كلوكينج اسرع؟ على صوتكم. ورقة الصنفرة بيحصل لها كلوكينج أسرع من السكينة. سيم سيم. الأبريسيفز بيحصل لها كلوكينج. يعني إيه كلوكينج؟ يعني إيه كلوكينج أوف ذا بير أو الأبريسيف يا دكاترة؟ بيحصل بلوكينج للكليرنس سبيس بالإيه؟ بالدبرز اللي حضرتك بتقطعها. أوكي؟ يبقى إذا يا دكاترة البيرد اللي بيحصل لها قصدي الابريسز بيحصل لها كلوكينج اسرع من البيرز. طيب انهي ممكن يحصل له كلوكينج اكتر؟ لو انا بقطع في النمل ولا بقطع في الروتين؟ اشمعنى؟ عشان في مينرالز اكتر. اكسلنت. الانامل از مور بريزنت ذان الروتين. كل حاجه في الدنيا ليها سبب. لما حضرتك تجيب كوبايه ازاز وترميها تتكسر وعايز تشيل الدبرز بتاعه الازاز دي هتعرف تشيلها باي مقشه او اي فراش او واتفر. انما لما حضرتك تجيب ستيكي حاجه ستيكي زي الجام او اللبانه وترميها في الارض وتحاول تشيلها هتشيلها with resistance. ليه؟ لان التنتين is more elastic more ductile more resilient than الانامل. whereas الانامل is more brittle. يبقى الانامل دبرز is easy to be removed after من الدنتين. اوكي يا دكاتره؟ طيب يبقى that's why انا بشتغل بالابريسيفز اللي بيحصل لها كلوكينج اسرع في الانامل اكتر من الدنتين. لان انا لما هاجي اشتغل بحاجه الكلوكينج تندنسي بتاعتها عاليه في الدنتين هيحصل لها كلوكينج بسرعه ولا لا؟ اه ولا لا؟ انتوا فاهمين ولا مش فاهمين اللي انا بقوله ده؟ تاني الحاجات البريتل اوكي ايزي تو بي ريموف زي الفشاميش بتاعت الازاز اللي بتبقى واقعه في الارض. وهذا الحاجات الاستيكي اللي باينه المشبك بتاع طنطا الحاجات دي كلها لما تيجي تشيليها من البليت او تشيليها من الارض اتس استيكي في ريزيستنس ديورنج الايه؟ الريموفر. يبقى اذا لما انت بتيجي تقطع في الانسيل الكلوكينج ده تندنسي عندك اعلى من لما تيجي تقطع في النمل ولا لا؟ طيب البير ايزي تو بي كلوكد اكتر ولا الابريسيف؟ الابريسيف. ورقه الصنفره بيحصل لها كلوكينج اسرع من السكينه. يبقى لما تيجي تقطع في التنتين اقطع ببير ولا اقطع بابريسيف احسن؟ اقطع ببير. That's why انا بستخدم البيرز فور انترا كورونا ريستوريشن. Whereas for extra coronal restoration بعمل ايه؟ بستخدم الابريسيف.
حد في حد عنده اي مشكله في الكلام لغايه دلوقتي يا دكاتره؟ طيب مين اللي بيديني رفع السيرفس؟ الابريسز ولا البرس؟ الابريسز ولا البرس؟ الابريسز انا اللي هيديني سطح اخشب السكينه الشارب اللي بتقطع بيها ولا ورقه الصنفره؟ ورقه الصنفره. That's why abrasives بتديني شويه رفض. الرفض دي مفيده ولا مضره؟ ليه؟ عشان الكومبوزيت. هل هي مفيده عشان الامايلو؟ That's why لما بلاقي حد بيشتغل كاميتي امايلو بستون بقول له من فضلك انت مش فاهم اي حاجه. ليه؟ لان هيعمل لي ريجولاريتيز في الفلور في الوولز والريجولاريتيز دي تعمل لي ايه في الامالجم؟ يتكسر يحصل له فراكشر. يبقى اذا الابريسز ار يوز وين ات كمز تو ذا ايه بوندد ريستوريشن او الكومبوزيت ريستوريشن. انت عايز تعمل مايكرو ميكانيكال تنشن او مايكرو ريجولاريتيز تزود السيرفيس اريا اوف بوندنج عشان تقدر تحط الكومبوزيت. تعالوا نلم الليله مع بعض ال preferable tissue to be cut في الابريسز ينمل ولا تنتين؟ صح صح؟ ينمل ولا تنتين؟ ينمل. Whereas في البيرز ينمل ولا تنتين؟ تنتين، اوكي؟ طيب مين ال end of side cutting اللي هي البيرز؟ Whereas ال stones هي end ولا side cutting؟ side cutting. طيب مين اللي بيديني heat generation اعلى؟ مين اللي بيديني friction اعلى؟ الابريسز ولا البيرز؟ الابريسز لازم استخدم معاها copious amount او large amount of cooling system. مين اللي effective اكتر في الاكسترا كورونال preparation والبابلنج والانامل بلاستي؟ الابريسز. انما whereas when it comes to اكسترا كورونال preparation بدور على البرس. مين اللي بيديني رف سيرفيس؟ الابريسز. عشان كده بستخدمها في الكومبوزيت ولا في الامالجم؟ بستخدمها في المينيمال انفيسيف كاسبس بتاعي الكومبوزيت. حد عنده اي مشكله في الكلام لغايه دلوقتي؟ احنا خلصنا الجزء بتاع النهارده. لاكي يو لاكي يو. الجزء ده مش داخل في الامتحان. تمام؟ تقول ابريسيفز مش داخله في الامتحان. انما الهيت جنريشن داخل في الامتحان. الهيت جنريشن دكتور وائل قالوا معاكم المره اللي فاتت. دكتور وائل شرح لكم البير ديزاين وشرح لكم كمان الجزء بتاع الهيت جنريشن. الهيت جنريشن من الاجزاء المهمه. الهيت جنريشن مهم. الهيت جنريشن بيحصل نتيجه ايه يا دكاتره؟ during the cavity preparation. لا حول ولا قوه الا بالله. صحصحه يا حبايبي صحصحه. ده في واحد راح مننا خالص. نام رحمه عند راح. طب صحوه بس صحوه يطلع ينام بره. كمل نوم بره النبي الله يكرمك. كمل نوم بره. صباح الخير. جيب شاي فطار فول اي حاجه. الهيت جنريشن يا دكاتره بيبقى نتيجه ديورنج الكاتنج. بيفرق معايا قوي الفريكشن الاحتكاك او الفريكشن ما بين الفول والتوث. يفرق معايا كمان الكاتنج افشنسي. انا براجع. اوكي؟ لا اتقال. الهيت جنريشن اتقال. اعملي كده والله. الدكتور وائل قال لي اتقال. بنقول بنفتكر مع بعض. طيب الفريكشن ما بين الفول والتوث لما ازود الاريا اوف كاتنج اعمل الكافيتي حتى شيفت كافيتي حاجه كبيره ومبعلصها كده يبقى انا زودت الفريكشن ولا لا؟ يبقى انا زودت الهي جنريشن ولا لا؟ طب لما ازود التايم اوف كاتنج الاكسترا وحش الاستيريا مستري واعمل الكافيتي بدل ما يبقى في ربع ساعه اعمله في ساعه او ساعتين او ثلاثه. العيان قاعد هيروح فين؟ هيهرب مش هيهرب قاعد تحت ايه؟ يبقى ده هي جنريشن اعلى ولا لا؟ اعلى. بين اعلى ولا لا؟ اعلى. تمام. اعمل بريشر اكتر وانا بشتغل يبقى ده فريكشن اكتر ولا لا يا دكاتره؟ وهي جنريشن اعلى ولا لا؟ هي جنريشن اعلى. طيب تعالى بقى مع الكاتنج افشنسي. افتلي اكتر يا مفتري وابتدي استخسر بقى في العيان واستخدم الكلوك ستون دي وانت بتعمل ايه؟ بريباريشن للتوس. ما بتقطعش كده.
هي البريباريشن ما بتتعملش ليه؟ الفينش لاين ما بيترسمش ليه؟ ما بيطلعش ليه؟ ما قاعد شغال هو اي ساعة؟ اعمل بريشر اكتر زي اخينا اللي قاعد تحت دوت علشان حضرتك تطلع احسن تزود الكاتنج افشنسي اكتر فتعمل ايه؟ ريجنريشن والعيان يولع ويحس بيه وما يجيلكش تاني ويرش. اوكي؟ يبقى اذا يا دكاتره جريتر بريشر او كلوك توس او كلوك سوري تول بيعمل لي ريجنريشن اعلى وبين اكتر. اوكي؟ الحراره دي بتروح فين؟ الهيت دي بتروح فين؟ الانرجي بتاعت الهيت دي بتروح فين؟ فين؟ في جيبي؟ بتروح في جيبي؟ بتروح فين الهيت؟ في التوس، في التيشو تويكا وجزء منها بيروح في الدبرس اللي بتتقطع دي. وفين تاني؟ في التول نفسها. وفين؟ ديسيبيتد ثرو ايه؟ الاتموسفير. المكان اللي احنا حواليه. اوكي؟ يبقى اذا heat generation is dissipated. وسؤال الجماهير اللي الطلبه بتساله في كل امتحان، دكتور يعني ايه dissipated؟ تنتشر، تتوسع. dissipated through ايه يا دكاتره؟ ثلاث حاجات. ايه؟ سؤال الكومبليت الشهير، توس، التول، والاتموسفيرك سراوندنج او سراوندنج اتموسفير. اوكي يا دكاتره؟ طيب التوس حضرتك بتقطع وحضرتك عارف ان التين از ثيرمال انسوليتنج ماتيريال عازل للحراره، بس بلاش الفرق، كل حاجه ليها ليميت، الصبر ليه حدود. يعني لما حضرتك تقطع تعرف ان الثيرمال تولرنس زون اوف التين هو الرقم ده بالفهرنهايت، بالسيليزيوس او بالدرجه اللي احنا متعودين عليها تقريبا واصل ل 58. يبقى اذا يا فندم لما حضرتك تعمل هيت جنريشن اعلى من الرقم ده العيان هيحس بين ولا لا؟ هيحس. خلاص التنتين ما بقاش ثيرمال سيليتر. عند ذا سيم تايم يحصل بالبر ايه؟ انفلاميشن او هاي بريد. اوكي يا دكاتره؟ طيب طب بالنسبه للتول هسالكم سؤال ذكي. السؤال انا سالته الجروب الاولاني ما عرفوهوش. السؤال ده عليه جايزه. والله يا عيني تاني. ركز اللي نايم يصحى في جوائز. جيب موتوسيكل. ايه؟ دلوقتي اتقال لكم دكتور وائل قال لكم ان انا لما بقلل السايز بتاع الجرف الكاتنج افشنسي بتاعتي بتزيد، صح ولا لا؟ لما الكوتنج افشنسي بتاعتي تزيد فده معناه ان الفريكشن عندي ما بين التوس وما بين التول قليل. يعني هيت جنريشن اقل ولا اكتر؟ اقل. انا النهارده بقول لكم ان اللارجر تولز بما ان انا عندي اوريدي التول بيحصل ديسيبيشن للهيت ثرو ات. اوكي؟ وان الميثود بتاع التول ده بثيرمال لو ثيرمال كونتكتيفيتي يعني بيوصل حراره يقدر ياخد جزء من الحراره يعمل لها ديسيبيشن. كل ما كترت الميتال كل ما كبرت التول بتاعتي كل ما حصل ديسيبيشن اكتر للحراره. ازاي بقى؟ يعني اكبرها ولا اصغرها؟ على حسب. تاني يعني ازاي انا بقطع بتول صغيره تعمل لي هيت جنريشن اقل وحضرتك يا دكتور دلوقتي بتقولي لي ان اللارجر تول تعمل لي ديسيبيشن للهيت اكتر؟ على حسب. يلا. مايك معانا. المفروض اللارجر تول تنبسط من الحراره اكبر. فلما يحصلها كولينج او دوري كولينج ممكن الحراره دي تبقى اكبر من الديسيبيشن. انا كده كده هستخدم كولينج. هي قصة كمية حرارة أكبر. طب انا عملت فريش اكتر فبيجي الفريش ازاي؟ هي بتصرف حراره اكتر بس انا عندي فريش اعلى. الناس الصف اللي نايم ابتدى يصحى الجواز. ها؟ طب انا لو جبتها صغيره شويه حضرتك الميتال اللي عندك قليل فالديسيبيشن اقل.
كبرت السيرفس الفريكشن اكتر في الريجنريشن اكتر. طيب انا قلت له الصوت شوكولاته بس انا قلت عشان افحصحته اكتر قلت له الصوت سيك. ها لا طيب مش مين تاني؟ ازاي يعني؟ اللي يختلف السنة ازاي؟ السنة الدكتورة سمعتكم بتقول ممكن الماتيريال، ازاي الدكتورة ماتيريال؟ هي نفس الماتيريال، ما بنقطع احنا قلنا نحب ان احنا نستخدم ميتال بيرز علشان بتوصل الحراره. انا بتكلم على البير والابريزل الاثنين مع بعض، انا بتكلم على الريجنريشن اصلا. ها على حسب لا انتوا ابتديتوا كده تفهموا يعني هي يا دكتور الكبيره احسن دي ليها عيب ودي ليها عيب صح بطلوا بطلوا مش هو اللي هيديك الموتوسيكل ما عندوش موتوسيكلات هو الخلاف والجدل الفظيع ده حضرتك هتشتغل بسمولر تو اوكي بس تعمل حسابك من فضلك هات اكتر من واحده علشان هي هتتحرق او هتبوظ الجملتين صح يعني لو انا اشتغلت الطول اصغر الهيت جنريشن او الفريكشن عندي اقل فالحراره اللي واصله للتيشو او الهيت جنريشن عندي اللي واصل للتيشو اقل صح ولا لا؟ اوكي بس الهيت جزء الهيت اللي واصل للميتال بتاعي علشان هو الطول بتاعتي صغيره والجزء اللي واصل له كتير فالبير هيتحرق بسرعه هتتكسر بسرعه هتبوظ بسرعه تمام؟ لما اكبر الطول او لما اكبر البيرز حضرتك بتحتاج منها عدد اقل لان هي ما بيحصلهاش بيرنينج او ما يحصلهاش بريكج او ما بتبصش من الحراره بسرعه لان الميتال بتاعها كتير فبيحصل ديسيبيشن ثرو ا وايدر اوكي يبقى حضرتك هتقطع بالسمول تولز عشان الكاتنج افشنسي اعلى وعلشان الهيت جنريشن اقل والفريكشن اقل بس من فضلك لما تجيب فشر بير رفيعه في السكشن بلاش بخل وهات اكتر من واحده لانها هتبوظ هتتحرق ليه؟ لان هي سمول ان سايز فالديسيبيشن اوف هيت ثرو ذا تول قليل كتير كميه لا سوري قليل كميه الهيت اللي واصله للاريا الصغيره دي هتبقى كتيره فبالتالي البير دي هتتحرق بسرعه. انت قلت السايز؟ في موتوسيكل اللي معاها هيطلع دلوقتي، انت قلت ايه بقى؟ ما احنا قلنا كده بس احنا قلنا هنشتغل بعني في موتوسيكل هنا هيطلع طب ممكن تفضل الشوكولاته بدل الموتوسيكل؟ الدكتور هنا عنده شوكولاته ايه؟ خلصنا يا جماعه الجزء ده نتكلم بقى عن الكولنت الكولنت يا دكاتره ممكن يبقى ايه؟ ووتر او اير او الاثنين الجزء ده اتقال طبعا صح ولا لا؟ طيب انهي الاحسن ووتر ولا اير ولا الاثنين؟ ليه؟ ليه؟
واي. الوتر هيعمل ايه؟ قول. فيزابيلتي. يبقى حضرتك لما تحط حضرتك ميه بس او ووتر بس وداوت اير هتبقى عايش في بحيره البط. الكافيتي كلها هتبقى فلويدز، حضرتك مش شايف اي حاجه. والاير لوحده هيعمل ايه؟ هيعمل دراينج للدنتين، هيعمل بين او هيعمل حاجه اسمها دنتين ديسيكيشن. تمام؟ يبقى اذا ذا بيست كولنت عندي هو ايه؟ ووتر اير سبريد. تمام؟ الفانكشن بتاع الكولنت بيعمل ايه؟ يعني ريجنريشن. وايه تاني؟ يعني الدبرز اللي موجوده في الاورال كافيتي، او يعني هذه الدبرز اللي موجوده في الكافيتي، صح؟ طيب وايه تاني غير الدبرز؟ هيقلل الدبرز اللي في الكافيتي وهيقلل الدبرز اللي على التوب، وبالتالي هيقلل الكلوجنج تندنس بتاعة التوب. فين اكتر ولا اقل لما استعمل الكولنت؟ فين اقل، صح؟ لوبريكنت. اقدر لما يجي اقطع فيه سيرفيس از اوريدي مويستشر او رطب، السيرفيس ده تقدر تقطع فيه احسن، هيبقى رابيد اند مور افيشنت كات. الفانكشنز اوف كولنت تعرفوها زي هنيجي. كنترول ذا تمبريتشر، اقدر اعمل كليننج او ريموفال اوف ذا دبرس، اشيل الدبرس او انظف التول بتاعتي، اند ات ذا سيم تايم امنع الكلوجنج. Finally, more rapid cutting and less pain. يعني العيان اللي بستعمل معاه كولنت انا سيفتي اكتر او اديله بنج اكتر ولا بنج اقل؟ بنج اقل. الكرايتيريا بتاعت الكولنت نفس الكرايتيريا بتاعت الدش بتاعت الحمام بتاعت، يعني حضرتك بتبقى محتاج الووتر بتاع الدش لما تيجي تاخد شاور تبقى فوكس، عايز كميه من الووتر عشان تغطي لك الاريا اوف توث. لازم الكولنت بتاعك يبقى كوبيس ان اماونت يقدر يعمل كولنج للبير بتاعتك ما تتحرقش عشان حضرتك ما تصرفش فلوس كتير، ويقدر يغطي التوث او التيشو تو بي كات عشان ايه ما تبقاش حته اوريدي فيها كولنج وحته ثانيه لا. And التمبريتشر بتاعكم قرينا لما تيجي تاخد شاور ما تبقاش من فضلك الميه سخنه قوي علشان حضرتك ما تتلزقش او ما تتحرقش. سيم سيم التمبريتشر بتاعه تبقى بيربل للهيومن تيشو 37 درجه. وايه تاني يا دكاتره؟ مالتي دايركشنال. الدش بتاعك از مالتي دايركشنال، الميه بتروح في كل حته عشان تغطي لك وايد ايه. تمام يا دكاتره؟ عرفنا الكولينج سيستم. الكولينج من الاسئله السهله اللي بتيجي كومبليت وبتبقى السؤال كده بونص هدية علشان حضراتكم تجاوبوه، وحاجه سهله ومفهومه. اوكي، من الاسئله المهمه هاو تو مينيمايز الهيت جنريشن. من فضلك الريكومنديشن بتاعتنا النهارده اللي طلعنا بيها من المحاضره، من فضلك استخدم شارب تول. من فضلك لو عندك دال او كلاب انسترومنت، كلاب مش دال، من فضلك اعمل لها كليننج كويس، شيل الدبرز اللي عليها عشان تقدر تقطع فيها احسن. من فضلك بلاش تعمل بريشر، تفتكر اني قلت لك بلاش، بلاش تعمل بريشر وانت بتقطع في التوس علشان ما تعملش فيردر هيت جنريشن وتعمل بين. من فضلك استخدم الكونترا ويز ا بروبر سبيد، ما تجيش تشيل انامل بلو سبيد. That's why يا دكاتره وانتوا في 3 to 1 بنقول لكم هاتوا ناتشرال تيس جربوا تقطعوا فيها، ومن فضلك هات كونترا انجل هاي سبيد هاند بيس. في الاندو بيخليكم تشتغلوا بلو سبيد، احنا ما بنحبش كده، بنخليكم تشتغلوا بالكولنت وبنخلي حضراتكم تشتغلوا كونترا انجل هاي سبيد هاند بيس عشان تعرف تقطع فيها في الانامل وما يحصلش اي بيرنينج للتيشو. البنتين وهو بيتحرق ريحته بتتشم. يبقى دكتور كده وانا داخله العياده شم ريحه البنتين بيتحرق، اوقف شغل واقول اللي بيحرق البنتين من فضلكم انا في حد شغال من غير كولنت، من فضلك شغل الكولنت. اوكي؟ حد عنده اي اسئله في الهيت جنريشن؟ حد مش فاهم اي حاجه؟ تيجوا نراجع على هاند انسترومنتس. نراجع يمكن حاجه تخبط تفيدنا في الامتحان. احنا
احنا في عرض كلمة. اللي مش عايز يراجع ممكن يقول مش الهيت جنريشن معانا، الابريسيفز مش معانا. تمام؟ لما فاكرة راجع ولا ما راجعش؟ راجع. اللي عايز يطلع بالذهن اللي فصل اللي الفطس ممكن يطلع، ما فيش اي مشكلة. ما بقتش 90 anymore، يبقى حضرتك دخلنا في الفور نمبر فورمولا.
أول رقم في الفورم نمبر فورم عبارة عن إيه؟ width of the blade in terms of millimeter. And then ثاني رقم cutting the x vertical, cutting the edge angle اللي هي الأنجل ما بين إيه وإيه؟ ما بين الـ cutting edge و الـ long axis of the blade. ما بقتش 90 anymore. The acuity obtuse. And ثالث رقم third number is the length of the blade in millimeters. ورابع رقم اللي هو إيه؟ الـ blade angle. الانسترومنتس اللي هي 4 نمبر فورمولا عباره عن ايه؟ الانجل فورمال ايه؟ والجنجرال مارجنال تريبل. الباب بتاعي يا اما يبقى رايت ليفت زي الهاش او يبقى ميديال وديستال زي تشيزل. امال لما يبقى تريبل بابل دي بقى اسمه ايه؟ اللي عملنا فيه تريبل بابل حطيناه في التوب وحطيناه في الرايت والليفت. الانجل فورما يقدر يقطع باي حته لو انا دخلته جوه الكافيتي. السيركمفرنشال بابل بستخدمه فين؟ في الاكسكافيتورز. الاكسكافيتورز بتشيل بيها ايه؟ كاريوس دنتين. يا دكاتره الانجيوليشن بتاعتي يا ستريت يا مونو يا بنت يا اما مالتيبل انجلز. وفي حاجه مهمه قوي 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 اسمها الكونترا انجلينج. مهم جدا الكونترا انجلينج هو عباره عن ايه؟ اديشنال اوف انجل في اوبوزيت سايد ولا مع نفس السايد اوف ذا كاتنج ايدج؟ از اوبوزيت سايد. عشان تجيب لي الكاتنج ايدج مسافه قد ايه للونج اكسس اوف ذا هاندل؟ 2 to 3 ملم. 4 ايه؟ اكسسبيلتي اند بالانس. اللي حاسس انه مش لاقط حاجه او في حاجه مش فاهمها يقدر يوقفها بحقه على ده. اوكي؟ طيب قلنا ان احنا بنقدر نطلع فيرتيكال يعني دايركشن اوف كاتنج زي السكينه كده او سوري دايركشن اوف كاتنج از بارلل تو ذا لونج اكسس اوف ذا هاندل زي السكينه. ولاز لما يبتدي يظهر عندي كونترا انجلينج او كيرفيتشر ببتدي اقطع ازاي؟ لاترال. يعني direction of cutting بيقطع او perpendicular المره دي على long axis of the handle. اللي فوق ده زي اي straight instrument زي الهاتشت زي الشيزل. انما هنا اللي تحت ده زي ايه؟ ايه اللي فيه كيرفيتشر وبيقطع lateral excavators؟ وايه تاني؟ هو الاكسكافيتور فيه circumferential bevel. ايه تاني فيه كيرفيتشر؟ excellent gingival marginal tremor في curvature. يعني اقدر اقول عليه single planned instrument ولا double planned؟ double excellent. قلنا كل ده هنتكلم عن ال uses او ال types. قلنا ان احنا في عندنا two large families او الفاميلي هي اللي بتشتغل على ال undermined enamel والاكسكافيتورز بتشتغل على soft carious indeed. وانا التشيزل في منها تشيزل والموديفيكيشن بتاع التشيزل ايه؟ الانجل فورمال. وير از الهاتشت موديفيكيشن بتاعه ايه؟ جنجبر مارجنال تريمر. انا بعيد كتير يا دكاتره. في ناس ممكن تكون ذهنت بس في الاعاده ايه فارس؟ لما تيجي تقرا هتلاقي نفسك الدنيا بالنسبه لك اسهل كتير. التشيزل البابل بتاعي ايه؟ رايت ولفت ولا توب؟ توب يعني ميديال وديستال. يا اما باصص يبقى فوق ابورد يعني ديستال او يبقى باصص تحت يعني داونورد او انيزل. التشيزل بشيل بيه الاندرمايند دينامك اوكلوزن. عيله التشيزل اكوردنج للانجيوليشن في منها ايه؟ في منها ستريت وفي منها مونو انجل وفي بين انجل وفي اللي محير بلاقيه الفيد الشتات او الكيرف تشيزل. الفيد الشتات بشيل بيه ايه؟ بشيل بيه ايه؟ اندرمايند دينامك فين؟ في اكسسبل اريا في البالتال اريا كلاس 3 او كلاس 5 ابر انتيري. اوكي يا دكاتره؟ يبقى اذا في بيشتغل انا عملت الكيرفيتشر دي عشان اقدر اوصل بيها للبالتال ايه؟ البالتال سيرفيس. الفي بيشتغل اقدر اقطع فيه لاترالي از لونج از ان انا ابتدى يظهر عندي كيرفيتشر. الانجل فورمر موديفيكيشن لمين؟ من الريتشيز. عملنا تو موديفيكيشنز عشان يبقى انجل فورمر. اول حاجه ان انا عندي بقى فور فيجر فورم يعني
فتجيتش ما بقيتش perpendicular على البريك زي زمان. And then عملت triple pivot أو حطيت pivot right و left وحطيت على التوب. اوكي يا دكاترة؟ طيب بعمل دي الانجل فورمر accentuation line و point angles بتاعي الكارت. الهاتشت الباب بتاعي فين؟ رايت و لفت. الهاتشت 3 ولا 4 فيجر فورمولا؟ 3 فيجر فورمولا. الهاتشت بستخدمه فين؟ بشيل الاندرمايند دينامل في البروكسيمال ايريا. ازاي اقدر اقطع بهاند كاتنج انسترومنت؟ ببقى لازم اكون بارلل تو جولدن رولز اللي ممكن يجوا كومبليت. Parallel to the wall to be cut. وإيه تاني؟ والكاتنج إيدج تبقى فين؟ Away from the wall to be cut. أوكي يا دكاترة؟ يبقى to cut efficiently أو to remove the undermined dynamic efficiently, the hand instrument should be A and A. الهاند instrument should be parallel to the wall to be cut أو blade of the hand instrument should be parallel to the wall to be cut. And the cutting edge and A, النقط الثانية cutting edge away from the wall to be cut. اوكي دكاترة؟ الجنجيفال مارجنال تريمر موديفيكيشن من ايه؟ من الهاتشت. الجنجيفال مارجنال تريمر عملنا ايه في الهاتشت علشان يبقى الجنجيفال مارجنال تريمر cutting edge ما بقتش 90؟ وتاني حاجة ايه؟ الكربيتشر اللي احنا اديناها في البيت علشان يقدر يتحرك لاتر. الجنجيفال مارجنال تريمر اقدر استخدمه فين؟ بعد ايه؟ تريمنج للجنجيفال سيت. وايه تاني؟ فراونديشن للاكسيو. في حد قال لي ريفرس الريفرس بيفل بتاع الكاست بول عشان امنع لاترال ديسبيسمنت اوف ذا ايه؟ اوف ذا ريستريشن. واعمل دي كمان راونديشن للاكس وبربط لاين انجز ما تبقاش شارب وتعمل لي فراكشر اوف ذا. حد عنده اي اسئله يا دكاتره؟